ناشر تيلو بيروخ هم من زمان كانوا عايزين يجوا ويحضروا في المملكة العربية السعودية، وتحديدا يعني هم بيقول ان هي طبعا بما ان هي مديرة الجمعية فطبعا عارف ان صناعة الألمونيوم صناعة كبيرة جدا جوه روسيا الاتحادية، وايضا هي شايفة ان اللقاء دوت اهداف ان هم عايزين يعني يحققوا اهداف مشتركة ما بين البلدين، ما بين المملكة العربية السعودية وما بين روسيا، وايضا ان هم يفتحوا للشركات الروسية المتخصصة في الألمونيوم مجالات عمل هنا ليس في السعودية فقط ولكن في دول الخليج العربي. Thank you.